الحقة صفية، بالرغم من أنها كبيرة بالسن إلا أنها العائل الأول والوحيد لأسرتها كما تحدثت لفريق فزعة شباب. تعرض منزلها للخراب وسقطت أرضية إحدى غرف المعيشة على الساكنين بالدور الأسفل. وقفت الحقة صفية عاجزة عن إصلاح منزلها بسبب ظروفها المادية الصعبة، حتى أنها لم تحصل على وسيلة لإصلاح منزلها المتواضع رغم محاولات البحث المتكررة عن جهة تتكفل بذلك. في إحدى فزعات البرنامج كان الفريق بالميدان يقوم بمهامه أمام قبة الحسينية. صادف ذلك مرور الحقة صفية ولفت انتباهها وجود الفريق، فتوجهت للفريق لتطلب منهم الفزعة وهي متفائلة بأن تحظى بفرصة إصلاح منزلها المتهالك هذه المرة. بعد أن عزم الشباب على الفزعة مع الحقة صفية وإصلاح منزلها، ذهب جزء من الطاقم لتقييم الاحتياج في منزل الحقة صفية، وكان العائق بالنسبة لهم هو عدم أخذ العنوان من الحقة صفية عندما طلبت منهم الفزعة. استمر فريق التقييم في البحث حتى حصلوا على عنوان المنزل. كان الأرض كنا ما احناش دارين يقول لي، قلت له يا انت تكذب، وانا ما نش دارين نشتري فلوت، ما احنا نتعشوا هنا، ما زلت لك صيح مو بقى ضيقة فلتها. قلنا الحمد لله الذي ما احناش وسطى وننزل لفوقكم ورب سلم. نجيك يا الله من بنش يساعدنا، ما باش اهل الخير، قلتهم انتم الله يحفظكم ونقيكم ونقي الذي يعمل لنا الخير. الحمد لله والله، فالحمد لله ساكن في الغرفة هذه وفرتان سبب الأرضة، فكنا نسمع صوت الشفلوت والحمد لله ما حد ضرر منه. الحقة ساكن فوق الحمد لله ما حد تعور منه، لا مننا ولا منهم، احتاج لي إلا خشب وبلكاش وسيمنت صبا يعني. Thank you.